ام ريسينج. يا سيدات والسادة، انطلق الشوط السابع على كأس النقش 1400 متر للخيل المهجنة الأصيلة بمشاركة 7 من الجياد، انطلاقة الجواد فوغل مان، ولا لا الجواد اللي هو لوبي على المركز الأول بقيادة داكلان كانون على المركز الأول، بينما الجواد فوغل مان يأتينا مش فوغل مان، هنالك فاين برينس على المركز الثاني، إذن أسامة الدفع رابعا على المركز الرابع، محاولة خطف الصدارة دانسينج زافين يقترب من الانطلاق، كوكاتش لبوكنان في المركز الرابع، بيبي على المركز الخامس والسادس ريد كونكت، إذن الصدارة لا تزال مع شعيل بن خليفة الكواري، إذن الصدارة هنا مع فاين برينس لشعيل بن خليفة الكواري وجيبي غامبر على المركز الأول، وصدارة الشوط تغيرت لوبي، إذن لوبي على المركز الأول وداكلان كان مع لوبي في صدارة هذا الشوط، بينما ثانيا نشاهد الجواد رقم 3 اللي هو فاين برينس على المركز الثاني، محاولة خطف كوكاتش من الداخل مع المنشن الألماني مارفن سورلاند، إذن هذه الصدارة كوكاتش محاولة لخطف الصدارة داكلان كانون على المركز الأول، داكلان كانون ولوبي على المركز الأول وصدارة هذا الشوط، it's لوبي and we can see here fine prince لوبي and fine prince it's photo finish in the last race. يا سيدات وسادة، دخول جماعي على الأمتار. The result is 35724. إذا يا سيدات والسادة، النتيجة النهائية المركز الأول جاد رقم 3 فاين برينس شعيل بن خليفة الكواري عن جيبي غامبر، والمركز الثاني كان من نصيب لوبي داكلان كان شعيل بن خليفة الكواري، ثالثا من نصيب الجواد رقم 7 كوكاتش حسين علي بوكنان مارفن سورلاند، والمركز الرابع من نصيب الجواد رقم 2 اللي هو بيبي، وخامسة من نصيب الجواد رقم 4 فوغل مان شعيل بن خليفة الكواري وستيفان لاجاج. ألف مبروك أعضاء التتويج. سيد طارق الصديقي يقوم بتتويج الفائزين، وعبد الله بن راشد الكبيسي. إذن the winner will be جيبي غامبر with fine brains. مبروك، ألف مبروك. مبروك المدرب السيد جاسم محمد الغزالي، ألف مبروك مدرب الجواد فاين برينس، ألف مبروك أبو محمد. المالك السيد شعيل بن خليفة الكواري، أنا خليفة بن شعيل الكواري يستلم بالنيابة عن الوالد، ألف مبروك لأبو خليفة، استاهل هذا الانتصار. صورة جماعية للطاقم، طاقم الاستابل والإدارة، طارق الصديقي وعبد الله بن راشد الكبيسي، جاسم الغزالي، محمد الغزالي، خليفة بن شعيل الكواري، ألف مبروك، مبروك لأبو خليفة. نعم الكوس فوق نرفعها أفضل واحدة، ألف مبروك. إذا مشاهدينا الكرام، هنا وصلنا إلى نهاية أمسيتنا لهذا اليوم.